إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين، ونستهلها كالعادة بالعناوين. تحذيرات يمنية من مخطط ممنهج لسيطرة الرياض على الأنشطة المالية والتجارية، وحكومة هادي تصرف أكثر من ملياري ريال سعودي لقادتها العسكريين والسياسيين. في سياق خطتها للتطبيع مع الاحتلال، اتفاقيات في مجال النقل والاستثمارات والتكنولوجيا بين الإمارات والحكومة الإسرائيلية. البنك الدولي يحذر من وقوع 115 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع. أهلا بكم. تعلو الأصوات اليمنية المحذرة من مخطط ممنهج لسعودة مختلف الأنشطة المالية والتجارية في اليمن، وعلى وجه الخصوص في مناطق سيطرة هادي والتحالف، بعد إغراق البلد بالعملة السعودية والدرهم الإماراتي لفرضهما كعملة تداول في البيع والشراء، في ظل ضعف دور البنك المركزي في عدن. أحمد زبيبة. ملياري ريال سعودي قيمة ما تصرفه حكومة هادي لوزرائها ونوابهم، وكذلك للقيادات العسكرية التابعة لها شهريا، لتنفذ مخططا سعوديا بفرض عملتها في السوق المحلية وفي عمليات البيع والشراء والتداول، وهو مظهر من مظاهر انتهاك سيادة اليمن كما يقول اقتصاديون، لتفرض أيضا سياستها الاستعمارية والنقدية في الجنوب اليمني. من يقبض بالعملات الأجنبية هم الذي يقبضون من دول التحالف، وبالتالي الآن مظهر من مظاهر الحرب الاقتصادية والتأثير على العملية الاقتصادية، ومن ثم التأثير على المواطن اليمني، أنه سيادة التداول بالعملات سواء كانت السعودية أو بالدولار، وبالتالي أنت الآن طالما عملتك هي السائدة وأنت من ضمن دول العدوان ستفرض ما تشاء. حكومة صنعاء تقول إن تبعات نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن كارثية، بل وعملت على شل الدورة النقدية وإنشاء كيانات موازية للمؤسسات المالية الرسمية والتي تقوم بسحب العملة الأجنبية من السوق، في ظل سياسات نقدية في عدن تخضع للأوامر السعودية والإماراتية أدت إلى ضرب العملة المحلية. قيام دول العدوان على سبيل المثال أنه القيام بالضغط على البنوك التجارية لنقل اعتماداتها وفتح اعتمادات للاستيراد عبر بنك عدن، وبالتالي إيجاد على ما ذكرت مراكز بديلة للبنوك التجارية التي تقوم بالدور الرئيسي في المناطق التي سيطرتهم. فرض تداول العملات الأجنبية في البلاد يعني كما يقول اقتصاديون ارتفاع سعر صرف العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج بأكثر من 60% من سعرها الأصلي، لترتفع نسبة الفقر والبطالة. البنك المركزي في عدن فشل في القيام بوظائفه منذ نقله من صنعاء لتحوله السعودية والإمارات كما يقول اقتصاديون إلى أداة وورقة حرب لتدمير الاقتصاد الوطني وضرب قيمة العملة المحلية، بما يضاعف من معاناة الشعب اليمني. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. في موازاة ذلك، قررت الأمم المتحدة إجراء تقليص جديد لبرامجها الرئيسة في اليمن نهاية العام الحالي ما لم تتلق تمويلا إضافيا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إحاطة صحفية إن نقص التمويل أدى إلى تعطل العمليات الإنسانية في اليمن، وحذر من ارتفاع خطر الجوع بالنسبة إلى الملايين في البلاد بالتوازي مع انتشار كوفيد-19. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حرص بغداد على مواصلة التعاون مع برلين، وذلك أثناء لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. القاظمي أكد أن بلاده تسعى للحصول على الدعم الاستشاري في المجالين الاقتصادي والتجاري وتوقيع اتفاقيات لتطوير البنى التحتية والطاقة. أما ميركل فقالت إن بلادها ستواصل تقديم الدعم للحكومة العراقية لمواجهة التحديات.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة على إعفاء الجانبين من تأشيرات السفر ضمن اتفاقيات أخرى سيجري توقيعها. وأثناء استقباله الوفد الحكومي الإماراتي في تل أبيب، قال نتنياهو إنه سيعمل على ربط إسرائيل والإمارات بطرق مختلفة وصولا إلى شرق آسيا. أما وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية فأعلن التزام بلاده بحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال. أهلا بكم في إسرائيل. اليوم نحن نصنع التاريخ للأجيال. إنها الزيارة الأولى من نوعها إلى إسرائيل. نحن نوقع على 4 اتفاقيات ستحدث تغييرات حقيقية لشعوبنا. سنوقع على 4 اتفاقيات في مجال الاستثمار والعلوم وتسيير الرحلات الجوية والإعفاء من تأشيرات الدخول. وهناك اتفاق على استثناء مواطني الجانبين من التأشيرات. سوف نربط إسرائيل بالإمارات بطرق مختلفة وصولا إلى شرق آسيا. سنعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين إسرائيل والإمارات، ونحن ملتزمون بدعم الإطار القانوني لتنقل الناس والبضائع ولإيجاد بيئة مناسبة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل من أجل تحقيق أهداف اقتصادنا وخدمة شعبينا. وترتكز غالبية الاتفاقيات المبرمة بين الإمارات وإسرائيل على تكثيف الرحلات الجوية والسفر بدون تأشيرة وحماية الاستثمار والتعاون في العلوم والتكنولوجيا. وتتيح هذه الاتفاقيات لشركات طيران إسرائيلية وأجنبية تسيير رحلات من إسرائيل إلى الشرق الأقصى وأستراليا عبر الإمارات، وتنص على إعفاء مواطني الإمارات وكيان الاحتلال من الحصول على تأشيرات لدخول البلدين. إلى ذلك، هبطت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 69% مع ارتفاع حجم الديون الرديئة برغم لجوئه إلى بيع بعض الأصول. ونزل صافي الأرباح دون 425 مليون دولار، وهذا أقل دخل صاف مسجل للبنك منذ 6 أعوام، في وقت نزلت فيه القيمة السوقية للبنك بنسبة 20% منذ بداية العام الحالي. انضمت أكبر سلاسل المتاجر في السعودية إلى حملة لمقاطعة البضائع التركية، وهي حملة اقترحها رجال أعمال سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مع تزايد التوترات السياسية والتجارية بين الدولتين. وعلى الرغم من إعلان المكتب الإعلامي للحكومة السعودية أن السلطات لم تفرض أي قيود على البضائع التركية، دفع ارتباط غرف التجارة السعودية مع السلطة التجار الأتراك إلى التشكيك في كونها حملة شعبية لا علاقة لها أو لا علاقة للسلطة السياسية بها. 3 سنوات بشكل مستمر، بشكل ممنهج، بشكل يعني يضمر عداء واضح لبلدنا، لوطننا، لأرضنا. اليوم ردة الفعل الطبيعية للمواطنين السعوديين، للشركات، للمؤسسات، هي عدم التعامل مع كل ما هو تركي أيا كان، استيرادا أو استثمارا أو سياحة. مع الحكومة كلنا نكون يد واحدة، ولا اشتريت اي شيء ولا حتى مريت يمه، ولازم نكون قاطعه نهائيا. اي مواطن هنا في السعوديه، اي مقيم مفروض يقاطعون تركيا، وذلك لاعمالها تخريبيه وسياسيه ضد الامه العربيه. ارى ان المنتجات التركيه الكواليتي حقها مرتفع ممتاز، البرايس والسعر معقول. ففي ظل عدم وجود منتجات يعني منافسه للمنتج التركي، فانا اعتقد انه الموضوع بشكل لنا كمستهلكين شيء من الصعوبة، يعني لأنه ما في بدائل. الفقر المدقع يبلغ مستويات قياسية لم تحدث منذ العام 1998 بسبب تبعات وباء كورونا. هذا ما أشار إليه البنك الدولي في أحدث تقاريره. وبحسب تغريدة على موقع تويتر، توقع البنك أن يصبح ما بين 88 مليون شخص و115 مليونا تحت خط الفقر المدقع هذا العام. ولفت إلى أن خصائص الفقراء الجدد تختلف عما كان متعارفا عليه في السابق، فهم من سكان المناطق الحضرية ومتعلمون ويعملون في الخدمات غير الرسمية والصناعات التحويلية.
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث أن 26% فقط من الألمان ينظرون على نحو إيجابي الآن إلى الولايات المتحدة، ورأى المستطلعون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه ضربة تلو الأخرى للتعددية من خلال الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومن الاتفاق النووي مع إيران وفرض الرسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي، وكذلك إضعاف دور منظمة التجارة العالمية. تراجعت الأسهم الأوروبية مع تشديد القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا، إلى جانب الشكوك بشأن التحفيز النقدي في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من ارتفاع أرباح البنوك الأوروبية، أدت عودة الإغلاق إلى إيرلندا والقيود في كل من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا إلى انخفاض أسهم الشركات. خفض الاتحاد الأوروبي الكميات المسموح بصيدها من سمك القد في بحر البلطيق مرة أخرى في محاولة منه لعلاج أسوأ تراجع في الثروة السمكية. ووافق وزراء الزراعة ومصايد الأسماك في جميع دول الاتحاد على هذا الحظر باستثناء حالات الصيد العرضي، وحددت الكميات المسموح بصيدها ب 595 طنا مقابل أكثر من 2000 طن في الأعوام السابقة بهدف مساعدة المخزونات على إعادة التكون. تصدرت شركة روسنفت النفطية الروسية قائمة أكبر الشركات الروسية من حيث حجم المبيعات في العام الماضي بعدما بلغت نحو 98 مليار دولار بزيادة تبلغ 10%، وحلت شركة غازبروم في المركز الثاني بعدما كانت تتصدر هذه القائمة منذ العام 2000 وبلغت قيمة مبيعاتها في العام الماضي 96 مليارا و700 مليون دولار. بهذا نختم النشرة، إلى اللقاء.